السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين القناة. اليوم الخبر بالنسبة لمحافظة سامسون، أنا بعد ما أعرف غير محافظات، ولكن في محافظة سامسون أعتبر هذا الخبر غير سائد. اللي كل من يفكر أن السفر إلى تركيا والدخول إلى محافظة سامسون. اليوم الصبح طبعاً الأخ أبو رحمة تعرفونه، خالد تيوب اللي عنده قناة، راجع دائرة الأمنيات اللي موجودة في سامسون وسألوا عن شرط الإقامات وسبب الرفض. أنا قبل كم يوم نزلت فيديو أنه سبب رفض الإقامات، حكيت لكم عن أنه الملف مرتب الكذا الكذا كله حكيته، وهذا كان الشيء صحيح يعني. لكن اليوم تفاجأنا أنه بالأمنيات قالوا أي إقامة سياحية بعد من الطين، فقط الإقامة العقارية. بالنسبة لهذا القرار يشمل فقط الناس الجدد اللي وصلوا إلى محافظة سامسون. القديم يعني اللي موجود بسامسون اللي يريد يجدد الإقامة مسألة طبيعية، لكن الجديد حتى لو حساب بالمصرف ما عسى 20,000 دولار ما عسى 50,000 دولار ترفض الإقامة، فقط لأصحاب العقار، يعني فقط اللي يشتري عقار. فلذلك يعني ما أريد أورط العالم، يعني اللي يجي يفكر أنه يقول لك أنا أجي كسائح وأسوي إقامة سياحية، أقدر أنا هسه أقول لك موجودة الإقامات، تقدر تجي وأسوي لك إقامة واستفاد منك وأخذ أتعابي حسب الأصول، لكن ما أحب أورط أي شخص. اللي يشتري فقط، يعني أنت تجي تشتري. للمعلومات أكو أسعار رخيصة يعني 15,000 دولار 20,000 دولار، لكن في حالة استمرار هذا القرار إلى ما بعد شهر رمضان احتمال الأسعار تصعد، يعني الشقة اللي 10,000 دولار أو 15,000 دولار راح تصير 25,000 دولار فما فوق، يعني تصعد الأسعار، لأن مثل ما تعرفون بعد الإقامات راح تصير فقط العقارية. فلذلك اللي يريد يفكر يجي إلى محافظة سامسون لازم يفكر هسه يجي، اللي عنده مبلغ يعني خلينا نقول 15,000 دولار 20,000 دولار يجي حاليا مسألة طبيعية. فلذلك نصيحتي لكم اللي يفكر بالإقامة السياحية حاليا لا يفكر، تريثوا يعني، حتى اللي يريد يجي هالأيام خليه يتريث شوية في الشهر لحد ما نشوف القرارات الجديدة. تعرفون تركيا بأي لحظة تصدر قرارات جديدة. على كل حال أنا حاليا راح أنهي الفيديو، اللي عنده استفسار راح تشوفون الرقم بالشاشة زائدا حساب التيك توك وبالوصف زائدا بالتعليقات. أرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.